بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، إنه لمن دواعي الشرف أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة طبقا للمادة 73 من الدستور ليبسط حصيلة وآفاق التنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تشرفت بأن أعرضه عليكم منذ سنتين. شهد عمل الحكومة خلال السنة المصرمة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة وإنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار وفق ديناميكية تنموية شاملة ومنسجمة غايتها إحصاء دعائم دولة قوية تضمن الحقوق الأساسية لمواطنيها وتحقق الرفاهية لشعبها. ويشمل هذا التقرير تقديم حصيلة الجهود المبذولة من قبل الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لإعلان السياسة العامة للحكومة، وهي توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، بناء اقتصاد تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع، تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، ركزت الحكومة جهودها في مجال توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية على تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على المستويات كافة خدمة لاستقرار البلاد وتقدم المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة. من أجل ذلك سهرت على مواجهة التحدي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود بكل حزم وفاعلية ومسؤولية، كما وفرت لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل اللازمة لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها. وعززت جاهزيتها وقدرات تدخلها عبر اكتتاب الأفراد والتكوين والتدريب واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية. كما واصلت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات تكريسا لمساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعززت الحكومة التحكم في تدفق الأجانب من خلال متابعة دعم وتوسيع نطاق منظومة موريتانيا عبور على مستوى المراكز الحدودية ومنظمة إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية. وفي الوقت نفسه برهنت التطبيقات المعلوماتية التي طورتها الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة على نجاعتها في تسيير ملفات المرضى المعوزين وتنظيم الحج وعمليات توزيع القطع الأرضية، وسيتم استغلالها لضبط مزيد من الملفات المهمة. وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية تم استلام 90 مشروع من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني المدمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب، ويغطي هذا البرنامج الذي تتجاوز تمويلاته 10 مليارات توقية جميع مجالات البنى التحتية الخدمية التي تهم البلديات. ووعيا من الحكومة بأهمية تنمية رأس المال البشري للإدارة الإقليمية والمحلية، واصلت جهودها في مجال تكوين السلطات الإدارية والمنتخبين والعمال البلديين لمساعدتهم على إحكام تسيير الموارد المتاحة لهم. كما واصلت الحكومة تنفيذ استراتيجية
تحسين ظروف العمل في الإدارات على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تعزيز الطواقم البشرية اكتتابا وتكوينا وتشييد وتجهيز المقرات وعصرنة شبكة الاتصال الإداري، وعملت على تحسين قدرات التفتيش الداخلي خاصة في طريقة تقاسم التجارب المكتسبة لدى هيئات الرقابة التابعة للدولة كالمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية. وأولت الحكومة عناية خاصة لتعزيز قدرات الحماية المدنية، ووفرت لها الوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه وفي مختلف الظروف، وأنشأت في هذا الإطار مركز عمليات متطور لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات بكلفة مالية تناهز مليار أوقية. ويشكل هذا المركز المكونة الأساسية لآلية وطنية للتسيير اللحظي للأزمات ومتابعة الكوارث، تغطي في مرحلتها الأولى مدن نواكشوط والواذبو وروسو والنعمة، لتمتد لاحقا إلى جميع ربوع الوطن. والعمل جار لتعميم خدمات الحماية المدنية من خلال إنشاء وتجهيز ثكنات في مختلف مدن البلاد. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، لقد تابعت الحكومة مساعيها الرامية إلى تنشيط وتقوية نظامنا القضائي لضمان نجاعته وجدوائيته وتعزيز ثقة المواطن فيه وتغليب خدماته من المتقاضين وجعله قادرا على طمأنة المستثمرين. لذلك الغرض تم سن ترسانة قانونية من شأنها تعزيز دولة القانون والحكام الرشيدة وترقية وحماية حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار يندرج إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بمحاربة الفساد، فضلا عن تمحيص النصوص المتعلقة بمحاربة الإرهاب وتبييض الأموال وإصدار النصوص التطبيقية لمدونة التجارة. كما تم تفعيل تجهيز المحاكم المختصة في محاربة الاسترقاق في كل من النعمة بالنسبة للمنطقة الشرقية، وعرفات بالنسبة للمنطقة الجنوبية، ونواذب بالنسبة للمنطقة الشمالية. وتواصل بناء قصور عدل وتحسين الحياة في المعتقلات من خلال بناء سجون جديدة وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية. وفي سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته نظم العديد من التكوينات لصالح المهنيين خاصة في مجال حقوق الإنسان والجريمة العابرة للحدود، ووضعت استراتيجية وطنية للنفاذ إلى العدالة تضمنت تفعيل مكتب المساعدة القضائية الذي يقدم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم. وأعدت النصوص المتعلقة بتحيين الإطار القانوني الخاص بعمل الأطفال وموائمة تشريعات العمل في المعايير الدولية للعمل. وعلى المستوى السياسي عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم. وفي هذا الإطار عقد العديد من اللقاءات التمهيدية والمشاورات مع مختلف أطياف المعارضة سعياً للتوافق. توجت بتنظيم الحوار الوطني الشامل من 29 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2016، وهو الحوار الذي أسفر عن توقيع وثيقة اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يصب في اتجاه إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها من خلال إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال إقرار إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يسمح لكل القوى الحية بالمساهمة في البناء الوطني. وفي هذا السياق يعتبر إنشاء مجالس شيهوية أنشع وسيلة لتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية.
وقد شكلت لجنة مكلفة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار مكونة من ممثلين عن الأغلبية والمعارضة، وفي سبيل تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق النساء والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي، وإن صبت الجهود على مواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق وتفعيل التشريعات المتعلقة بتجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية وإنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والتعاطي الإيجابي مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد مثل النجاح الباهر الذي أحرزه مرشحنا لتبوي مناصب هامة في هيئات دولية معنية بترقية وحماية حقوق الإنسان اعترافاً صريحاً من المجموعة الدولية بما حققته بلادنا من إنجازات هامة في هذا الميدان وتشجيعاً لنا للسير على نفس الدرب. ولتعزيز المكتسبات تم إصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم العنف ضد المرأة، كما تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. أما في مجال العمل الإنساني فقد قامت الحكومة بتفعيل استراتيجية للعمل الإنساني وسياسة محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية، وقدمت مساعدات عاجلة للمواطنين المتضررين من الفيضانات، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشة في المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل وعبر التوزيعات المجانية للمواد الغذائية وتمويل العشرات من المشاريع الصغيرة والنشاطات المدرة للدخل في إطار برامج مفوضية الأمن الغذائي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني. وتتضمن ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة 5 مليارات توقية للتكفل بمختلف الحالات الاستعجالية، إضافة إلى 7 مليارات و250 مليون مخصصة لبرنامج مكافحة الفقر والقضاء على مختلفات الرق. وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وترقية المجتمع المدني شجعت الحكومة تنظيم مشاورات موسعة لتنقية الحقل الصحافي، وقدمت الدعم للمؤسسات الصحافية وساهمت في دعم وتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني ومنظماته المهنية وشجعت مشاركتها في الشأن العام. وتم فتح وسائل الإعلام العمومية لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومة دون قيود، وأتيح لجميع المواطنين الاطلاع على ما يجري داخل الوطن وخارجه عبر توسيع تغطية شبكات الإذاعة والتلفزيون والهاتف والإنترنت. وستواصل الحكومة تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة من خلال المصادقة سنة 2017 على مشروع قانون يتعلق بالإشهار. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، لقد حظي تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والإدارية والمحلية والبيئية بمساحة واسعة في جهود الحكومة خلال السنة المصرمة. ففي المجال الدبلوماسي وبدفع قوي من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، مكنت السياسة الخارجية المتوازنة المنتهجة من تكثيف الحضور الفعال لبلادنا في الأنشطة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام ودفع التعاون الدولي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وفي هذا الصدد يعتبر النجاح الباهر لبلادنا في تنظيم القمة 27 للدول الأعضاء في الجامعة العربية في نواكشوط في شهر يوليو 2016 دليلاً ساطعاً على المكانة الريادية التي أصبحت بلادنا تتمتع بها على المستوى الإقليمي والدولي. واطلعت دبلوماسيتنا بأدوار فاعلة في
حل الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية والدولية، ويسجل في هذا المضمار الدور الإيجابي الذي لعبته بلادنا في الأزمتين الحادتين في مالي وليبيا، وتشجيعها للحل السلمي للمشاكل المطروحة في هذين البلدين الشقيقين. وقد حاز جنودنا المشاركون في القبعات الزرق في كل من إفريقيا الوسطى وساحل العاج على ثقة مختلف الأطراف، وثمنت الأمم المتحدة رسمياً تميزهم في أداء المهام الموكلة إليهم باحترافية وأخلاقية عالية. أما الموريتانيون في الخارج فقد شكل الاهتمام بشؤونهم والاعتناء بمشاكلهم وربط الصلة معهم من أجل حمايتهم وتقريب الخدمات الإدارية والقنصلية منهم أولوية أساسية في سياستنا الخارجية، وتسهر الحكومة على اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل عمل بعثاتنا القنصلية في هذا المجال. أما بخصوص الحكامة الاقتصادية فقد انتهجت الحكومة سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني توطيداً للمكاسب المحققة، وسهرت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة. وفي هذا الصدد جرى إعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك للفترة 2016-2030 التي ستعمل الحكومة بدأب على تفعيلها ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي تدعمها سبيلاً لتحقيق أهدافنا التنموية بأسرع وتيرة ممكنة. وفي باب تعبئة الموارد الضرورية وقعت الحكومة ما يربو على 18 اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليار أوقية، وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة. ووضع برنامج للاستثمار العمومي وإطار النفقات المتوسطة المدى 2016-2018 تعزيزاً لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقاً للأهداف التنموية والاستراتيجية القطاعية. ومن أجل سد الفراغ القانوني في المنظومة الوطنية لتخطيط التنمية وعقلنة برنامج الاستثمار العمومي الذي يمثل أداة مركزية لتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية، وضع إطار مؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي بشكل محكم يعمل على دمج كافة النفقات الاستثمارية للدولة ومؤسساتها وإداراتها في الميزانية العامة للدولة. وهذا ما كرسته ميزانية الدولة برسم سنة 2017، حيث رصدت ما يناهز 87 مليار أوقية من الموارد الذاتية للدولة لتمويل مشاريع وبرامج ستساهم في تحول بنية الاقتصاد في اتجاه دعم ديناميكية نمو اقتصادي قوي يعمل على تقليص الفقر بشكل معتبر. على صعيد دعم الاستثمار الخصوصي تم إحراز تقدم هام في مجال إصلاح مناخ الأعمال، ترجم في تقدم بلادنا 8 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال، وهو ما يمثل قفزة بلغت 16 نقطة خلال سنتين فقط. ويعود الفضل في ذلك إلى اعتماد خارطة طريق لتحسين مؤشرات أداء الأعمال، تضمنت من بين أمور أخرى وضع استمارة موحدة لطلب إنشاء المقاولات وتسهيلها من خلال مراكز الإجراءات على مستوى الشباك الموحد. وبالتوازي مع ذلك صادقت جمعيتكم الموقرة خلال الدورة الحالية على مشروع قانون أعدته الحكومة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن شأن هذا القانون أن يعزز المكتسبات وأن يفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في إطار مقاربة الشراكة التي أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية
لاستراتيجيات الاستثمارات المستديمة في العالم، وتدرس الحكومة آليات تمويل وتنفيذ مشروع مبادرة لننتج داخل موريتانيا التي تهدف من بين ما تهدف إليه إلى إنشاء 5 أقطاب تكنولوجية نموذجية في قطاعات واعدة لها مقدرات في مجال النمو وخلق القيمة المضافة ودعم التشغيل. وينتظر من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 26 مليار أفريقية أن يمكن موريتانيا من إنتاج سلع كلفت استيرادها سنة 2015 مبلغاً يقدر ب 200 مليار أفريقية بالعملات الصعبة، وهو ما يمثل خسارة للبلاد في حدود 10% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى 30,000 فرصة عمل. السيد الرئيس، السيدات والسادة، في إطار تطوير الحكامة الإقليمية واصلت الحكومة العمل على تفعيل الخيارات الاستراتيجية المسطرة في القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي من خلال إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالأدوات الاستراتيجية للاستصلاح الترابي وتأطير عمليات التحضر. وأحرزت تقدما كبيرا في مجال إحصاء الأدوات الفنية للاستصلاح الترابي، لا سيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية، وستعمل على تنفيذ برنامج وطني لمواكبة التحضر ورفع تنافسية البنية التحتية الاجتماعية الجماعية، وإعادة توزيع المؤسسات والبرامج والمشاريع العمومية على امتداد التراب الوطني لتحقيق مزيد من الإنصاف بين المناطق. وقد رصدت الدولة لهذا القطاع 11 مليارا و300 مليون أوقية من الاستثمارات العمومية لسنة 2017. أما في ميدان البيئة فقد كثفت الحكومة جهودها الرامية لضمان حماية فعالة لمواردنا الطبيعية من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال وصيانة التنوع الحيوي. ففي مجال حماية الطبيعة تم إنجاز 11371 كيلومتر طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وتأطير 2000 لجنة قروية في إطار الحملة الوطنية لحماية المراعي برسم سنة 2015-2016، وإنتاج 776,000 شجيرة، وتعريش 177 كيلومتر طولي في 27 موقعاً لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 55 هكتاراً في 8 ولايات. ويعتمدت الحكومة مسار خط السور الأخضر على طول 270 كيلومتر في ولاية ترارزة، واستكملت مسطرة إبرام الصفقات المتعلقة باقتناء وتركيب معدات الحماية والتثبيت في 36 موقعاً مختاراً. وفي مجال مكافحة تآكل الشواطئ والحماية من الفيضانات، جرى تعزيز الحاجز الرملي على مستوى شاطئ نواكشوط من خلال التثبيت الميكانيكي والبيولوجي. وفي مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، أعيد تأهيل وصيانة 5 منشآت مائية ميكانيكية على مستوى محمية جاولينغ، إضافة إلى ترميم وتوسيع 12 كيلومتر من طرق فك العزلة وإنشاء المحمية الوطنية لأوليغات، وانطلاق عمليات إنتاج 150,000 شجيرة من 7 أنواع محلية و3 أنواع مستجلبة. وعلى صعيد الدعم المؤسسي، تم تعزيز قدرات المكتب الوطني للأرصاد الجوية في مجال التنبؤات المناخية من خلال تكوين أطره المختصين واقتناء وتركيب المزيد من محطات الرصد ووحدات مقاييس المطر. ووقعت بلادنا على اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي وعلى المزيد من بروتوكولات التعاون في ميدان حماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتسيير الموارد الطبيعية. أيتها السيدات، أيها السادة، وعيا منها بأن وجود إدارة عمومية عصرية وفعالة يمثل شرطا ضروريا لتحقيق أهداف
المرفق العمومي لصالح المواطن، عمدت الحكومة إلى تكييف الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارة العمومية بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين وإنجاز رقمنة ملفات عمال الدولة وتصنيفهم، والإعداد لانطلاق تشغيل منظومة التسيير المدمج لهؤلاء العمال وتعزيز قدراتهم من خلال التكوين وإنشاء سلك خاص لمسيرهم، ولتعزيز حماية حقوق العمال ومرتنة الوظائف نفذت حملات تفتيش مكثفة استهدفت كشف مخالفات تشريعات العمل وردعها، مما مكن من إحصاء 446 مؤسسة وهمية و314 عاملا أجنبيا لا يتوفرون على رخص عمل، وتم إسناد وظائفهم لموريتانيين مباشرة. وشرعت الحكومة في مراجعة تشريعات العمل لتحسين حماية الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموا يعود بالنفع على جميع المواطنين، فقد انتهجت الحكومة سياسات صارمة استهدفت امتصاص صدمة التدهور العالمي لأسعار المواد المعدنية مع الحفاظ على نسبة نمو تمكن من توطيد جهود محاربة الفقر والبطالة. ومكنت هذه السياسة من المحافظة على المكتسبات واستعادة الانتعاش الاقتصادي، حيث يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% سنة 2015 إلى 3.1% سنة 2016، وذلك نتيجة للأداء الجيد للقطاع الريفي والانتعاش في قطاع المعادن والتطور الإيجابي في قطاع الصيد. ويتوقع خلال سنة 2017 أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية حدود 5%، نتيجة أساساً للتوقعات المواتية لقطاع الزراعة المروية وزيادة إنتاج شركة سنيم، إضافة إلى التوسعة المقررة في منجم الذهب لشركة تازياس وتحسين أداء قطاع الصيد البحري. وتمكنت الحكومة من تقليص معدل التضخم، حيث لم يتجاوز 1.3% في المتوسط بدلاً من نسبة 3.6% التي كانت متوقعة برسم سنة 2016، ويرجع هذا الانخفاض إلى التغيرات الخفيفة في أسعار المواد الغذائية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، فضلاً عن التحكم في الكتلة النقدية. أما خلال سنة 2017 فيتوقع أن تبقى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في حدود 4%. ومن أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي بذلت جهود حثيثة لتعزيز وتطوير البنى التحتية المهيكلة، مع التركيز في الوقت نفسه على الاستغلال الأمثل لمصادر النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد مكنت الجهود الحثيثة في مجال بناء الطرق من رفع طول الشبكة الوطنية إلى ما يربو على 5015 كيلومتر، منها 450 كيلومتر من الطرق المعبدة خلال 2016، تم بالفعل تسليم 170 كيلومتر منها، في حين يتواصل العمل فيما بقى منها. وفي هذا الإطار رصدت الحكومة في ميزانية 2017 ما يناهز 28 مليار و500 مليون نوقية لتشييد طرق أطار الزويرات، كيهيدي مقامة وكيف بومدي والمدرد ركيز وديقني عونات زبل وبانكو باسكنو فصالة وطريق روسو، تكميل الطريق روسو نواكشو، إضافة إلى استكمال طريق أطار تشيكجة وبناء مقطع بن الشاب من الطريق الوطني رقم 1 وكربسين المحيط الأطلسي ومقطع حضيرة إديني طريق الأمل، هذا فضلا عن صيانة الطرق. كما تم إنجاز منشآت أخرى مهمة مثل المحول على مستوى مطار التونسي الدولي
وجسر كامور الذي أمن انسيابية طريق الأمل خلال فصل الأمطار، وينتظر أن تبدأ الأشغال في جسر ملتقى طرق ساحة مهدرد بالعاصمة خلال سنة 2017. ومن أجل تخفيف مشكلة النقل الحضري في العاصمة خاصة بالنسبة للفئات الهشة كالعمال والطلاب، عززت الحكومة أسطول شركة النقل العمومي عبر اقتناء 130 حافلة لنقل الركاب. وفي مجال النقل البحري حصل ميناء نواكشوط المستغل على شهادة المطابقة لمعايير المدونة الدولية لسلامة السفن والمنشآت المينائية، وسيتم بداية 2017 إطلاق مسار تمويل بناء رصيف للحاويات بهذا الميناء تبعا لصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي مجال النقل الجوي بدأ تشغيل مطار نواكشوط الدولي الجديد أم التونسي بقدرة استيعاب تبلغ 2 مليون مسافر سنويا، وهو مزود بأحدث المعدات العصرية، وينتظر أن يصبح منصة للطيران الدولي في شبه المنطقة. وتم دعم أسطول شركة الموريتانية للطيران الدولي والرفع من قدرتها التنافسية باقتناء طائرة حديثة من نوع بوينغ 737-800، وستلتحق طائرة حديثة أخرى بهذا الأسطول قريبا إن شاء الله. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن النفاذ الشامل إلى طاقة ملائمة وبأقل كلفة يحتل الصدارة في اهتمامات الحكومة بالنظر لما له من أهمية حيوية ومهيكلة، ومن إسهام بين في خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية الاقتصادية في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. لذا انصبت جهود الحكومة بصورة خاصة على زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإنشاء توسيع شبكات التوزيع. وفي هذا الإطار وضع الحجر الأساسي لبناء محطة نواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميجاوات، واستكملت عمليات التهجين الشمسي لثماني محطات حرارية في كل من أطار وشم وكجوجة وبولانوار وبوتليميت وألاك. ويتواصل العمل لاستكمال هذه العمليات في محطتين أخريين بالعيون وبنشاب، واستكمال ما تبقى من أشغال البناء على مستوى محطة هجينة بمدينة كيف. وفي الوقت نفسه يتواصل توسيع شبكة الربط البيني، حيث اكتملت أشغال الخط 33 كيلو فولت بين كيهيدي وبوغي، وأبرمت الصفقات المتعلقة بالخط 33 كيلو فولت بين بوغي وبوحديدة، والخط 33 كيلو فولت على مستوى مشروع كهرباء الشرق بطول 650 كيلومتر، وتم ربط مبود وسيليبابي بخط 90 كيلو فولت وخط 33 كيلو فولت بطول 300 كيلومتر، واستكمل بناء الحلقة الكهربائية 33 كيلو فولت على مستوى المركز المصدر بنواكشوط، ويجري إنجاز ربط المحطة المركزية الشمالية التابعة لمنظمة نهر السنغال بخط جهد عالي طوله 21 كيلومتر. كما يجري العمل في ربط منطقة الصيد البحري عند الكيلومتر 28 جنوب نواكشوط بالشبكة العاصمة. وفي ذات الإطار جرى ربط كل من بوغي بوحديدة ودويرار الطينطان ونبيك المجرية وجونا بشرم، كما تمت كهربة بلدات بني نعشي 1 و2 وبوبكر والرباط والنمشاط وشويبير. واستفادت شبكة القصيبة من عملية تكثيف معتبرة، بينما يجري العمل في إكمال أشغال كهربة بوصيلة بالطاقة الهجينة. وتم توسيع شبكات التوزيع في مدن كونكوسا وديغني وبوغي وكيهيدي وواد الناقة وقري، إضافة إلى بلدتي جاقلي وانتاكات، بينما يجري العمل في توسيع شبكة أطار والوديان. كما تم وضع الحجر الأساسي لشبكة من الجهد المتوسط بطول 650 كيلومتر، ستستفيد منها محاور هامة في الحوض الشرقي هي النعمة تنبطغة والنعمة الشميم
والنعمة عد البقرو وعد البقرو بقرة بالإضافة إلى أمرش وبنكو. وخلال زيارته الأخيرة لولاية تقانت دشن رئيس الجمهورية توسيعة شبكة مدينة تشقشة بقدرة إنتاج إضافي تكفي لتزويد 2400 أسرة بالطاقة الكهربائية فضلا عن توفير الإنارة العمومية للمدينة. وعلى صعيد آخر تم استلام المحطتين الهجينتين في كل من انجاقو والتنجق ماجك وأبرمت العقود الخاصة بانطلاق محطتي النعمة وعد البقر وتقدمت الأشغال في بناء المركز الوطني للتحكم. ويجري العمل على قدم وساق لإطلاق مشاريع هامة تشمل بناء محطة بولنوار لتوليد 100 ميجاوات من الكهرباء عن طريق الرياح بالإضافة إلى عدد هام من خطوط النقل بين نواكشوط والحدود مع السنغال وبين نواكشوط ونواذيبو وبين ألاق وبوكي وبين بوتليميت وسانغرافة وبين السليبابي وكيفة ومحطات الشاطئ المهجنة بالرياح والحلقة الكهربائية 33 كيلو فولت كيهيدي سليبابي أمبود. وستدخل هذه المشاريع مرحلة الأشغال خلال سنة 2017 إن شاء الله، بينما ستتم دراسة مشاريع أخرى من أهمها مشروع خط الجهد العالي نواكشوط الزويرات وخط الجهد العالي نواكشوط خاي ومشروع تطوير حقل بهمدا لإنتاج الكهرباء من الغاز، إضافة إلى بناء شبكتين مستقلتين شديدتين في حوضين وتشييد محطتين هجينتين في تشقجة وهشرب. وتبلغ مخصصات برنامج تنمية وتطوير البنى التحتية الكهربائية في ميزانية الاستثمار 2017 4 مليارات أوقية. وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال أطلقت الحكومة مشروع الربط الوطني وعززت البنية التحتية للإنترنت من خلال إنجاز 14 مركزا للنفاذ فائق السرعة. وتم توسيع التغطية بالاتصالات الرقمية إلى المناطق الشمالية من البلاد على محور الزويرات بير مقرين عين بنتيلي. واستمر العمل في إنجاز برنامج تأمين الاتصالات على عموم التراب الوطني، كما أنشئ مرصد للتقنيات الإعلام والاتصال وطورت منظومات خاصة بمعلومات الإدارة. وعملت الحكومة على تسريع وتيرة تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية وتشجيع الابتكار في مهن تقنيات الإعلام والاتصال ونشر ثقافة المقاولة المعتمدة على هذه التقنيات لا سيما في أوساط الشباب. ويجري التفاوض مع مستثمرين أجانب لبناء قطب تكنولوجي وحاضنة مشاريع للشباب. وبخصوص الآفاق المستقبلية سيتم إطلاق أشغال إنشاء الأجزاء المتبقية من شبكة الألياف البصرية عالية السرعة على محاور نواكشوط أطار شم روسو بوغيك هيهيدي سليبابي كيكيفة لعيون النعمة، إضافة إلى الدائرة المحلية على مستوى نواكشوط. وستعمل الحكومة كذلك على إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية للأمن السبراني ومكافحة الجريمة السبرانية، إضافة إلى إنشاء هيئات وطنية للتصديق الإلكتروني والتسجيل من أجل تشجيع المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، في مجال تنمية القطاعات الواعدة سعت الحكومة إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين المقدرات وزيادة الانعكاسات الإيجابية في مجالات المحروقات والمناجم والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية، إضافة إلى التنمية الحضرية والصناعة والتجارة والسياحة. ففي ميدان المحروقات مكن تعديل التشريعات المطبقة من إدخال تحسينات معتبرة يسرت تكثيف عمليات الاستكشاف في مناطق شديدة واعدة من الحوض الساحلي
حيث تم التوقيع مع شركة كوسموس إنرجي على عقد سيسمح بتوفير معلومات مهمة حول مخزون حقل حميم على مستوى المقطع سين 8 من الحوض الساحلي، ويجري حاليا التفاوض من أجل منح رخص للتنقيب عن النفط والغاز في مقاطع شديدة من الحوض الساحلي ذات مقدرات نفطية مؤكدة. وبخصوص تطوير الاكتشافات، تسعى الحكومة لاستقطاب شركاء في تطوير حقل بند الغازي خاصة من خلال إنتاج الكهرباء. ومن جهة أخرى، عززت الحكومة منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية، ويتواصل إعداد الدراسات التمهيدية المتعلقة بتجهيز الرصيف النفطي الجديد وتوسيع منشآت التخزين التي تملكها الدولة في نواكشوط، وبناء منشآت التخزين في بعض المدن الداخلية كزويرات ونواذيبو. وفي مجال المعادن، عملت الحكومة على ترقية المقدرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية والتعريف بها، ونظمت بلادنا في هذا الإطار بنجاح كبير الدورة الرابعة لمؤتمر موريتاني، وشاركت في العديد من المؤتمرات المنجمية الإقليمية والدولية. وفي هذا المجال منحت 3 رخص استغلال، 2 منها للكوارتز وواحدة للتربة السوداء، بينما منحت 16 رخصة تنقيب جديدة، وتم تجديد 22 رخصة تنقيب أخرى، ويبلغ العدد الإجمالي لرخص التنقيب الممنوحة أكثر من 100 رخصة. ولتكييف الإطار القانوني مع متطلبات الاستغلال التنافسي العقلاني للموارد، واصلت الحكومة عملية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية بما في ذلك الاتفاقية المعدنية النموذجية، كما تم إطلاق مسار إعداد استراتيجية معدنية جديدة. وبخصوص قطاع الصيد البحري، أكفت الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019، التي استحدثت من بين أمور هامة أخرى آلية التسيير بالحصص بدلا من التسيير بالمجهود كأساس للنفاذ الشفاف إلى الثروة. ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق نتائج معتبرة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج حتى نهاية سبتمبر 2016 500,000 طن، بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، في حين بلغت إيرادات القطاع لصالح الخزينة العامة خلال نفس الفترة 35 مليار أوقية خارج التعويض المالي المترتب على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 64% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. وفي نفس الأشهر 9 من سنة 2016، بلغت قيمة صادرات القطاع 530.5 مليون دولار أمريكي مقابل 385.9 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 37%، بينما بلغت الكميات المصدرة خلال نفس الفترة 637,000 طن بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. ومن جهة أخرى، وصلت مساهمة قطاع الصيد في دعم ميزان المدفوعات إلى 588.82 مليون دولار أمريكي. على صعيد آخر، تم إعداد وتحيين مخططات الاستصلاح، وعززت منظومات البحث والرقابة والتفتيش والجودة، وطبقت التشريعات والقواعد الجديدة الضابطة لأنظمة الولوج والاستغلال، وروجعت مدونة البحرية التجارية لتكييفها مع تطور التشريعات الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة في مجال النقل البحري.
وفي مجال التشغيل يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 55,000 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى من فرص العمل غير المباشرة. وقد تم إنتاج 17 باخرة سلمت لعاطلين عن العمل لاستغلالها في الصيد الشاطئي. وفي مجال البنى التحتية تم استلام وتوسعة ميناء الصيد التقليدي في نواذبو، ودخل الخدمة مرساة هيكان للصيد النهري، وفي حين يتواصل العمل في تشييد ميناء تانيت وسوق السمك في نواكشوط. شرع في بناء ميناء المياه العميقة على مستوى أنجاكو، واستكملت الدراسات المتعلقة بميناء الصيد التقليدي عند الكيلومتر 144 على طريق نواكشوط روسو، وببناء مجمع مندمج للصيد التقليدي يتضمن ميناء ومنشآت صناعية لتحويل منتجات الصيد. وبالنسبة لآفاق المستقبل، يجري لأول مرة إعداد استراتيجية خاصة بالصيد والاستزراع السمكي في الوسط القاري والنهري، ولهذا الغرض تم إنجاز بعض الدراسات التمهيدية المتعلقة بتحديد نقاط المياه الدائمة وبضبط خصائص مناطق النهر المرشحة للاستغلال في ولايات ترارزة والبراكنة وكورغول. وفي الوقت الذي يستفيد فيه مشروع فم دقليت النموذجي من الدعم والمتابعة، تحظى مناطق أخرى ذات مقدرات باهتمام خاص مثل محمودة في الحوض الشرقي وكونكوصة في العصابة وتامر تنعاش في تقانت. أما الزراعة فقد أولت الحكومة عناية كبيرة لتطويرها من خلال تنفيذ برامج مهمة استهدفت زيادة المساحات القابلة للزراعة والتحكم في المياه والمحافظة على الوسط الزراعي ودعم المزارعين وانتهاج سياسة قوامها التنويع والبحث والتنمية. ففي مجال زيادة المساحات القابلة للزراعة وقع التركيز بشكل خاص على استصلاح المزارع، وهكذا تم توسيع مزرعة بوغي باستصلاح 2210 هكتارات من أصل 2612 هكتارا كانت مقررة، واستصلح 250 هكتارا من مزرعة كيك، إضافة إلى 100 هكتار من أصل 400 كانت مقررة في مزرعة تنيدر. وبالمقابل اكتملت جميع أشغال إعادة التأهيل والتوسعة التي كانت مقررة على مستوى كافة المزارع في ولاية قديماقا، وأعيد تأهيل مزرعة مقام المروية و800 هكتار من مزرعة فم دقليتا. ويتواصل العمل في إنجاز أشغال إعادة تأهيل 250 المحاضر، تم تكوين 75 شابا وشابة و100 خريج محضري في ولاية ترارزة بينما وشكت على الاكتمال الدراسات المتعلقة باستصلاح الأراضي الزراعية في أفطوط الساحل. وفي مجال التحكم في المياه تم إحراز تقدم ملحوظ في إنجاز مشروع قناة أفطوط الساحل، حيث أوشكت أشغال تسوية التربة في مقاطع المشروع الثلاثة على الاكتمال، ووصل إنجاز المنشآت إلى مستوى متقدم. وتواصل العمل في شق وتنظيم المحاور المائية، حيث اكتملت أشغال تسوية التربة وانجزت المنشآت بنسبة 45% على مستوى مشروع تنظيف وتعميق رافد مبهلط، في حين انتهت أشغال تنظيف 3200 متر طولي في إطار صيانة المحاور المائية في ترارزة. ويجري العمل في شق وتنظيف 20 كيلومتر أخرى من المحاور المائية على مستوى بلدتي سوكم وبورقيبة، إضافة إلى بناء محطة ضخ في بلدتي انتيوم. وفي مجال السدود، وضع رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لأدرار الحجر الأساسي لسد واد سقلي، في حين تجري الدراسات المتعلقة بثلاثة سدود أخرى مبرمجة في الواحات، وتم ترميم 5 سدود صغيرة، بينما يتواصل العمل في ترميم 4 أخرى وفي إعداد الدراسات المتعلقة ب5 سدود إضافية من هذه الفئة. ويجري العمل على تعبئة الموارد الضرورية لبناء 4
أربعة سدود كبيرة في ولاية قيديماغا مهرفلة والعصابة القارقة والحوض الغربي بفرقة طني وقورقول التاغوتلي. وفي الإطار نفسه تم تدعيم 160 حواجز مائية للتمكين من استغلال 2129 هكتارا من الأراضي الزراعية الفيضية. وقد أولت الحكومة عناية خاصة للمحافظة على الوسط الزراعي من خلال فك العزلة عن مناطق الإنتاج ومكافحة الآفات الزراعية، ووفرت الدعم للمزارعين من المدخلات الزراعية الضرورية من أسمدة ومبيدات، ووزعت 500 طن من البذور التقليدية على المزارعين في الولايات الزراعية الرعوية، وأربعين طنا من البذور لزراعة الخضروات. وعلى مستوى الواحات، واجهت الحكومة بحزم تحدي ظهور سوسة النخيل الحمراء الفتاكة لأول مرة في بلادنا، مما مكن من احتواء هذه الآفة تمهيدا للقضاء عليها. وعلى صعيد الميكنة الزراعية، يجري العمل على اقتناء 35 شرارا لصالح الزراعة المطرية. وفي مجال التنويع والبحث والتطوير، تتواصل جهود إدخال زراعة القمح، بينما تمت تغطية حاجة البلاد من الأرز المحلي بنسبة كبيرة. ومن المتوقع أن يشهد الإنتاج الزراعي نقلة نوعية بفضل الاستثمارات الكبيرة المرصودة له من ميزانية الاستثمار لـ 2017، والتي تناهز 14 مليار و 800 مليون أوقية. وتمت تجربة زراعة الخضروات على مستوى مزرعة الكيلومتر 17 على طريق نواكشوط روسو، وتجريب زراعة الأعلاف في مزرعة بيكت الأحواش، وأعطت هذه التجارب نتائج مشجعة. وفي ذلك الإطار أولت الحكومة عناية خاصة للبستنة، حيث اقتنت كميات كبيرة من البذور والمعدات لصالح المزارعين، وأنشزت 30 بئرا ارتوازيا لري النخيل، وجهزت 150 بئرا لنفس الغرض بالمضخات الشمسية، وأبرمت صفقة لبناء مختبر ووحدة حفظ وتعليم للتمور في مدينة أطار. وبخصوص مركب زراعة وتصنيع السكر، تواصل الجهات المختصة متابعة تطور المشاتل وتعبئة التمويل وإعداد الطواقم الفنية. وسيتم عما قريب تعزيز المنظومة الوطنية للبحث والتطوير الزراعي من خلال إنجاز مختبرين كبيرين وغرفة تبريد حديثة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفيما يتعلق بقطاع التنمية الحيوانية، ركزت الحكومة على تنمية الشعاب وتحسين أداء منظومة الصحة الحيوانية وبناء الحظائر وتحسين السلالة وضمان تمويل السوق بالأدوية البيطرية وتعزيز قدرات الفاعلين بشكل عام. وتمت على وجه الخصوص بتنويع وتحويل المنتجات الفرعية. وفي هذا الإطار تم تشغيل مصنع الألبان بمدينة النعمة، ويجري العمل على إنشاء مصنع ثاني للألبان بمدينة بوغي، وتتواصل أشغال بناء 9 حظائر تطعيم في ولايتي العصابة كيف كونكوسا تقان تيجج المجرية، وثلاث مراكز لمراقبة الصحة الحيوانية في نواذبو كونكوسا وكوبني. كما اكتمل بناء كل من مركز تطوير تربية الإبل بنواكسوط كيلومتر 17 ومزرعة الأغنام في بن الشال. وفي مجال الصحة الحيوانية، تم تنظيم حملة وطنية لتحصين المواشي ضد الأمراض، وحملة وطنية لتعزيز الرقابة الصحية على المواد الغذائية الحيوانية أو ذات المنشأ الحيواني. وفي إطار مكافحة الذبح الفوضوي، سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة تسليم مسلخين عصريين في نواكشوط، أحدهما في تنويش والآخر في الميناء. ومن أجل تحسين الإنتاجية، واصلت الحكومة جهود تحسين السلالات، وأعطت التجارب نتائج مشجعة على مستوى مزارع الأبقار النموذجية.
وستعمل الحكومة على تثمين المقدرات التي يسخر بها قطاع الثروة الحيوانية من خلال التسيير العقلاني لموارد التغذية الحيوانية وزيادة التمويلات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. السيد الرئيس، السيدات والسادة، نظراً للتزايد المضطرد في نسبة سكان الوسط الحضري الذين يمثلون نصف سكان البلد، سهرت الحكومة على استكمال برنامج القضاء على الأحياء العشوائية في نواكشوط وتزويد مدننا الداخلية بأدوات حديثة لتسيير المجال الحضري تتلائم مع متطلبات نموها الأمني والمتوازن. وفي هذا الإطار أنجزت الإجراءات المتعلقة بتوسعة وعصرنة مدن بوتريميت وألاق وبولانوار وبن الشاب وسيلي بابي وواد الناقة وصانقرافة ونبيكة وبيرم مقرين والقصيبة، وسيتواصل العمل في هذه الورشات على أن تضاف إليها ورشات توسعة وعصرنة جديدة في مدن بوغي وقرو وكيفة والعيون والتنبطقة والنعمة وديقني وعدل بفقر. وواصلت الحكومة تفعيل سياسة تجميع القرى والبلدات فأنشأت أقطابا جديدة في كل من بولحراث وصب الله، واستكمل تجهيز تجمعات أخرى في كل من فملقليتة وعد البقر ومصفية، في حين بدأ العمل في إنشاء تجمع جديد في تنومند بولاية أدرار. وفي مجال المباني والتجهيزات العمومية يتواصل العمل في إنجاز 130 مشروعاً لتشييد المباني والتجهيزات العمومية بكلفة إجمالية تبلغ 21 مليار أوقية، وتقدمت الأشغال في بناء سوق العاصمة الجديد بكلفة إجمالية تبلغ 6 مليارات أوقية، واكتملت الدراسات المتعلقة ببناء مسجد نواكشوط الكبير الذي سيكلف 12 مليار أوقية، في حين بدأت الدراسة المتعلقة ببناء المركز التجاري الوقفي بعرفات لصالح جامعة العيون الإسلامية بكلفة 4.2 مليار أوقية. أما في ميدان التجارة والصناعة فقد واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تنظيم وعصرنة قطاع التجارة بما يضمن ضبط أنشطته ووضع نظام مستقر للتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. وكان التركيز على حماية المستهلك من خلال منع الاحتكار والتصدي لمحاولات الغش ومصادرة المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية. وأعدت الحكومة مشروع قانون لضمان المنافسة الحقيقية وتدرس إمكانية إنشاء وكالة متخصصة في هذا المجال. ويجري العمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة بعد المصادقة على السياسة الوطنية للبنية التحتية العالية الجودة، وتم الانطلاق الرسمي لمشروع يتضمن إنشاء شبكة من المراكز التقنية الداعمة للصناعة، ووعدت الصيغ المرجعية للدراسات المتعلقة باستصلاح مناطق صناعية جديدة. وعملت الحكومة على إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة تأخذ في الحسبان متطلبات تثمين دور هذه الصناعة الحيوي في رفض النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وشرع في إنجاز دراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء مدرسة للفندقة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتم وضع استراتيجية لتسويق الوجهة الموريتانية، ونظمت حملة ترويجية واسعة النطاق على امتداد الموسم السياحي، ركزت على فرنسا كأكبر مصدر للسياح تقليديا إلى بلادنا، مع السعي لتنويع الأسواق المستهدفة لتشمل بلجيكا وإسبانيا وألمانيا. وفي قطاع التأمين تمت مطابقة بواليص التأمين مع المخالصات المؤمنة، واتخذت إجراءات رادعة
ضد إغراق الأسعار، وستتحول رؤوس أموال شركات التأمين من البنوك الأولوية إلى البنك المركزي لضمان حصول الضحايا على تعويضات مناسبة. وستدرس الحكومة إمكانية إنشاء عقود للتأمين الزراعي ما قطاع الصناعة التقليدية، فقد أولت الحكومة عناية خاصة لترقيته وتطويره لما له من أهمية في حفظ الذاكرة الوطنية وما يزخر به من إمكانات الداعية وما يمكن أن يوفره من فرص للتشغيل. وجرى في هذا الإطار تنظيم أيام الصناعة التقليدية والثقافة بنواكشوط، وشاركت بلادنا في العديد من المعارض الدولية سعياً للتعريف بإبداعات صناعنا التقليديين. وسوف يتواصل العمل على تحديث الإطار المؤسسي لهذا القطاع وتطوير بناه التحتية ووضع استراتيجية وطنية للتنمية ومراجعة القانون المتضمن مدونة الصناعة التقليدية وبناء قرية للصناعة التقليدية وإنشاء مركز وطني للتكوين والتنمية فنون الصناعة التقليدية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، بخصوص المحور الثالث من البرنامج الحكومي المتعلق بتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، سعت الحكومة إلى تنمية رأس مال بشري يمكن الأفراد من الاستغلال الأمثل للفرص الناتجة عن ديناميكية النمو الاقتصادي التي تعيشها بلادنا لتحقيق الرفاهية لأنفسهم ولذويهم وللمساهمة في تنمية البلاد. ففي ميدان التعليم تميزت السنة الماضية بعمل الحكومة الدؤوب على تحسين أداء المنظومة التربوية، وهكذا تم إطلاق برنامج تحسين الولوج ونوعية التعليم بغلاف مالي قدره 10 مليارات توقية ممول بالكامل من ميزانية الدولة. وقد شهدت مرحلته الأولى بناء 75 مدرسة ومؤسسة ثانوية تضاف إلى بناء 101 منشأة تعليمية في إطار مشاريع أخرى. وعلى صعيد توسيع العرض التربوي عالي الجودة، تم افتتاح مدرسة امتياز في نواكشوط الغربية وثلاث ثانويات امتياز في البراكنة وكيديماغ ونواكشوط الشمالية، إضافة إلى ثانوية نموذجية في كيهيدي، بينما يجري العمل لافتتاح ثانوية نموذجية في الشامي. وبالتوازي مع ذلك تم إنشاء 19 شبكة للنجاح الدراسي في المناطق ذات الأولوية والتكفل ب 493 كفالة مدرسية يستفيد منها حوالي 90,000 طفل في هذه المناطق. وستعمل الحكومة على إدخال المزيد من الإصلاحات لتعزيز الحكامة الرشيدة ووضع آليات للاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية ودعم التكوين القاعدي من خلال تكوين المكونين والرفع من شروط ولوج مؤسسات تكوين المدرسين ومراجعة برامج التكوين الأولي ومراجعة وإعادة كتابة المناهج وفق أهداف المواد. من جهة أخرى تم توزيع 207,684 نسخة من الكتب المدرسية و 319,302 من الأدوات المدرسية في عدة ولايات. وسيتم تزويد المؤسسات بالمعدات والأدوات اللازمة لتجهيز المختبرات والقاعات المتخصصة بغية تشجيع تدريس العلوم استجابة لحاجات التنمية في البلد. وحرصا على تحسين المردودية وعدم تبديد الوسائل، سيقع التركيز على عقلنة الخريطة المدرسية بالقضاء على ظاهرة الافتتاح العشوائي للمدارس وتشجيع نظام التجميع مع مراعاة خصوصية المناطق ذات الأولوية التربوية. وننوه هنا إلى أن مخصصات قطاع التهذيب في ميزانية الاستثمار 2017 تبلغ 2,850,000,000 أوقية مخصصة لتمويل برنامج الولوج إلى التعليم و
وتحسين نوعيته والبرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب. وبخصوص التكوين الفني والمهني، تم إطلاق مسار تحيين الاستراتيجية الوطنية للتكوين الفني والمهني، وأعدت النصوص التنظيمية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة القيادة، ونفذ برنامج لدعم القدرات شمل تكوين حوالي 600 شخص، وخرجت منظومة التكوين برسم سنة 2016 أكثر من 2200 عامل مؤهل بين تقنيين وتقنيين ساميين، في حين يتابع 6249 تلميذا تكوينهم الأصلي. وفضلا عن التكوين الأصلي، استفاد أكثر من 7000 شاب من تكوين مؤهل، بينما يتابع 100 متدرب تكوينهم في مهن الأشغال العامة. وبينت الدراسات المتعلقة بمتابعة دمج مخرجات منظومتنا الوطنية للتكوين الفني والمهني أن هذه المنظومة حائزة على مستوى عال من النجاعة، حيث بلغت نسبة استيعاب المتخرجين ودمجهم في الحياة النشطة 76.5%. وفي مجال البنية التحتية، تمت إعادة تأهيل وتوسعة وتجهيز 7 مؤسسات، واستفادت 13 مؤسسة خاضعة لبرنامج تعاقدي مع الدولة من إعانات لمساعدتها في تعزيز قدراتها. وبالنسبة لآفاق المستقبل، ستواصل الحكومة جهودها في مجال تعزيز قدرات المنظومة الوطنية للتكوين الفني والمهني، خاصة في مجالات القيادة والهندسة التكوينية، ومتابعة دمج مخرجات التكوين المهني واستكشاف حاجات سوق العمل. وستزود 11 مؤسسة تكوينية بالتجهيزات الضرورية، إضافة إلى إنشاء أو إعادة تأهيل وتوسعة 4 مؤسسات أخرى. وستكتمل برامج التكوين المؤهل لصالح 7967 مستفيدا، ويطلق برنامج خاص لتكوين الشباب وتأهيلهم في مجالات الأشغال العامة ومهن الصيد والزراعة. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فقد ركزت الحكومة على تعزيز فاعليته وتحسين نوعية مخرجاته وتكييفها مع الحاجات التنموية للبلاد. وهكذا تم تجسيد الخطة الثلاثية 2015-2017 لتطوير القطاع من خلال إصلاحات مؤسسية أساسية مست جميع جوانب منظومة القيادة والحكامة. وفي هذا الإطار، أعيدت هيكلة المدرسة العليا متعددة التقنيات لتضم بالإضافة إلى أقسامها المتخصصة كل من المعهد التحضيري للمدارس الكبرى للمهندسين، والمعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران، والمعهد العالي لمهن المعادن. كما تم إنشاء كلية للتعليم العالي العسكري، وضع حجرها الأساسي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. وأدمجت جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في جامعة واحدة هي جامعة نواكشوط العصرية. وفي مجال البحث العلمي، تم إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، الذي ستكون الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار قيد الإنشاء أداته التنفيذية، من أجل توجيه وتنسيق وتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي خدمة للأولويات الوطنية في مجال التنمية. وعلى مستوى البنية التحتية، تم استلام سكن الطلاب بسعة 2600 سرير في وقت يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في باقي مكونات المركب الجامعي، خاصة كلية العلوم الاقتصادية والقانونية. ويجري الإعداد لتشييد منشآت أخرى كتوسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقر المعهد المهني العالي للغات والترجمة بنواذبو، ومقر المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية والعمران بيلال. وفي مجال الموارد البشرية، تم تعزيز الطاقم الأكاديمي والتربوي من خلال اكتتاب 119 أستاذا في مختلف التخصصات لسد النقص
الملاحظ في مؤسسات التعليم العالي مع قطاع التعليم الأصلي، فقد واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تنظيمه وتعزيز قدرات الفاعلين فيه ومده بالوسائل المادية والمؤسسية اللازمة له لضمان اطلاعه بدوره الحيوي في الحفاظ على قيمنا الروحية والثقافية. وفي هذا الصدد نظم العديد من المسابقات في مجال حفظ القرآن الكريم برسم جائزة رئيس الجمهورية الشيوعية لحفظ القرآن الكريم وتحضيرا للمشاركة في المسابقات الدهورية. وتواصل دعم ومتابعة المحاضر النموذجية وتقديم المنح لطلابها في ولايات الحضين والعصابة والبراكنة وغوغل وقيدماغا والترارزة وداخل تنواذيب. وتم افتتاح 12 مسجدا جديدا في نواكشوط ونواذيب وسيليبابي. وعلى صعيد تمهيد مخرجات المحاضر تم تكوين 75 شابا وشابة و100 خريج محضري في مجالات الكهرباء المنزلية وميكانيكا السيارات والخياطة والتبريد وصيانة الأجهزة المعلوماتية. وفي الوقت نفسه واصلت الحكومة تعزيز قدرات وتطوير التعليم العالي الأصلي ومده بالوسائل اللازمة لمواكبة التحولات العميقة في الأدوات الفنية والمناهج التربوية والأكاديمية. ويتواصل العمل في إنجاز المشروع الوقفي الكبير الممول من طرف البنك الإسلامي والذي ستستفيد من ريعه جامعة العلوم الإسلامية وغيرها من مؤسسات التعليم الإسلامي في البلاد. أما في مجال محاربة الأمية فقد انصبت الجهود على تنظيم الأنشطة التعبوية والتوجيهية. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية كماً ونوعاً يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية لكونه أحد التعهدات الكبرى لفخامة رئيس الجمهورية، مما جعله يستقطب جهوداً وموارد معتبرة من شأنها التحسين من نوعية حياة المواطنين. ففي ميدان الصحة سعت الحكومة إلى تطوير نظام صحي عصري استباقي فعال وقريب من جميع المواطنين، فاتجهت إلى توسيع العرض وتسهيل النفاذ وتيسير النفاذ إلى الأدوية الجيدة والرفع من مستوى الموارد البشرية وترقية التأمين الصحي الشامل. وفي هذا الإطار ركزت على تحسين التغطية الصحية وتعزيز الخدمات العلاجية من خلال بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات والمراكز والنقط الصحية في مختلف مناطق البلاد. وهكذا تم استلام وتشغيل مركز استطباب كيف وبناء 20 مركزا صحيا جديدا. ويتواصل العمل في بناء مراكز الاستطباب بالنعمة وبوغي ونواذبو وفي إنجاز 30 مركزا صحيا، بينما يجري الإعداد لمناقصات بناء مستشفيات أطار والسيليبابي وألاك ولتحسين عرض العلاجات المتخصصة. وشك بناء كل من المركز الوطني لأمراض القلب والمعهد الوطني لمحاربة أمراض الكبد الفيروسية على الانتهاء. وتعززت خدمات المركز الوطني للإنكولوجيا بإنشاء مصالح للطب النووي والإشعاعي، كما تم تجهيز المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية ووضع حد لفوضى الاستيراد والتسويق، ويجري تفعيل نظام موحد للأسعار. ومن جهة أخرى حظيت صحة الأم والطفل بعناية خاصة، فنظمت حملات لتطعيم ضد شلل الأطفال وأخرى لتقديم الفيتامينات والعلاجات المناسبة لمن هم دون سن الخامسة. ويجري الإعداد لإطلاق برنامج التكفل الجزافي بالولادات في 5 مقاطعات جديدة، على أن يتم توسيعه لاحقا إلى 5 مقاطعات أخرى. وتم توسيع الضمان الصحي ليشمل العديد من الفئات الضعيفة من العمال والأطفال والمسنين. وترصد ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة حوالي 3 مليارات
لاقتناء الأدوات والتجهيزات الطبية واللقاحات وتكوين عمال الصحة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، يعتبر النفاذ المواطنين الدائم إلى المياه الصالحة للشرب ذات النوعية الجيدة وبأقل تكلفة أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة. ولهذا الغرض كثفت الحكومة جهود استكشاف مخزون بلادنا من الموارد المائية الجوفية من أجل تعبئته وحمايته، وأنجزت الدراسات الجيومائية والجيوفيزيائية خاصة في الولايات التي تعاني من شح المياه، مما أتاح تعبئة موارد جديدة عززت شبكات توزيع مياه الشرب خاصة في ولايتي العصابة وتير الزمور. وتم حفر 75 بئرا استكشافية تحولت 40 منها إلى آبار استغلال، وتواصل استخدام تقنيات النظائر المشعة لتغييم مخزون البحيرات الجوفية في ولايات الحوضين والعصابة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يضاف إلى ذلك متابعة وضعية الحقول المائية في كل من تازياست والشامي وبن الشام وإيدين. على صعيد الشبكات المائية تم تزويد 26 بلدة بالماء الشروب انطلاقا من سد فم القليتة، وذلك في إطار مشروع عفطوط الشرقي. واكتملت شبكة تزويد محور مقطع الحجار صنقرافة انطلاقا من بوحشيشة، وإشغال الشبكة التي تخدم مدينة وادي الناقة والبلدات المحاذية لأنبوب النقل الممتدة من إديني حتى الكيلومتر 13 من نواكشوط. وتوشك على الاكتمال إشغال تقوية شبكة توزيع مياه الشرب بمدينة سيلي بابي، كما أوشكت الإشغال على الاكتمال في 6 أجزاء من الأقسام 9 لمشروع توسيع شبكة التوزيع في نواكشوط، وينتظر أن تكتمل الأجزاء والباقية في بداية 2017. ويتواصل العمل في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ظهر النعمة العملاق التي تشمل تزويد السكان بالماء الشرب في كل من آشميم والنعمة والتنبطغة وعد البقر وآمرج وبنكو وحاسية تيلة، إضافة إلى 16 بلدة تقع بمحاذاة خط أنابيب النقل. وبلغت نسبة تنفيذ بعض مكونات هذا المشروع الهام 85%، ومن المتوقع أن يكتمل برمته في نهاية 2018. وقد تم إنجاز الدراسة المتعلقة بتوسعته ليشمل ديقني والعيون. وفضلا عن ذلك تميزت سنة 2016 بإنجاز برامج خاصة لتعزيز وتأمين إنتاج وتوزيع المياه في العديد من المدن الداخلية. استفادت منها مدن أطار وتشكجة والعيون وكوبني ووجفت وديقني وسيلي بابي. وستنطلق عما قريب أشغال تعزيز وتأمين منظومة تزويد مدينة وادي بوب بالماء الشروب من خلال إنجاز 10 آبار استغلال جديدة. وفي إطار برامج حل مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تتميز مياهها بالملوحة، تم اقتناء 3 محطات لتحلية المياه بقدرة 15,000 متر مكعب في اليوم لصالح مدينة وادي بوب. وسيبدأ التشغيل الأولى منها 2017. وفي الوقت نفسه تم إنجاز الدراسة المتعلقة بمشروع تزويد محور بوغي ألاك شقاء مقطع العشار بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، والعمل جار لتعبئة التمويل الضروري، بينما يجري إعداد الدراسات المتعلقة بمشروع بنيوي ضخم يستهدف تزويد المنطقة الشمالية من نفس المصدر بكميات المياه اللازمة لتلبية احتياجات الاستهلاك البشري ومتطلبات النشاطات الصناعية. وفي إطار برنامج النفاذ الشامل تمت توسيعة وإعادة تأهيل 150 شبكة للتزويد بمياه الشرب في 10 ولايات، وحفر آبار في 89 بلدة ريفية. وقد تم تخصيص ما يربو على 1.8 مليار
و890 مليون أوقية من ميزانية الاستثمار 2017 لتعزيز هذه الإنجازات. ومن جهة أخرى أولت الحكومة عناية خاصة لتوفير الوسائل الضرورية لإيجاد حلول جذرية ومتدرجة لمشاكل الصرف الصحي البنيوية في عموم البلاد وخاصة في العاصمة نواكشوط التي اكتملت دراسة وتحيين المخطط التوجيهي للصرف الصحي الخاص بها، مما سيمكن شركائنا في التنمية من البدء قريبا في تقييم هذا المشروع الهام. ويجري إنجاز المرحلة الأولى من برنامج الصرف الصحي لمدينة نواكشوط الخاصة بصرف المياه المطرية، مما سيحسن من الظروف الصحية والاجتماعية والبيئية للسكان. وتستهدف هذه المرحلة بشكل رئيسي أحياء مقاطعة الإقصر وتفرق زينة والسبخة التي تقع في المنخفضات. أما فيما يتعلق بالولوج إلى السكن اللائق، فقد وزعت الحكومة آلاف القطع الأرضية على المواطنين في مدن داخلية عديدة، وأوشكت المكونات الملحقة بمشروع 600 مسكن في مدينة زويلات على الانتهاء. وواصلت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكن، وخاصة من خلال وضع مخططات التغطية وعصرنة العديد من المدن الداخلية وتنشيط آليات زيادة العرض السكني، سواء عن طريق الشركة الوطنية إسكان أو عبر تشجيع تدخل القطاع الخاص والجمعيات في بناء المساكن واستصلاح القطاع الأرضية. وفي مجال السكن الاجتماعي ستشهد سنة 2017 انطلاق مشروع بناء 1000 وحدة سكنية جديدة إن شاء الله. وبخصوص الأمن الغذائي، واصلت الحكومة تنفيذ سياسة استباق الوضعيات الحرجة والمستعجلة والاستجابة الفورية لها عند وقوعها، وذلك عبر برامج تعزيز مناعة الشرائح الضعيفة وقدراتها على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية. وفي هذا الإطار وفرت الحكومة لدكاكين أمل البالغ عددها 1172 دكانا منتشرة في طول البلاد وعرضها ما مجموعه 59,075 طن من المواد الغذائية المخصصة للبيع بأسعار مدعومة. واستفاد من هذه العملية 1,150,000 شخصا. كما تم توزيع 8,480 طن من المواد الغذائية مجانا لصالح 147,548 أسرة، أي ما يناهز 737,000 شخصا من ذوي الهشاشة في المناطق الأشد فقرا أو المعوزين أو المنكوبين، إضافة إلى تموين 463 كفالة مدرسية على امتداد التراب الوطني بأكثر من 523 طنا من المواد الغذائية. وسعيا لاستدامة الأمن الغذائي للمواطنين وتقديم الدعم المناسب للفئات الضعيفة، أنجزت الحكومة 299 مشروعا صغيرا من مشاريع الأمن الغذائي في الولايات الداخلية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، يحتل التشغيل مكانة محورية في الاستراتيجيات التنموية للبلاد، لما له من دور حاسم في تقليص الفقر وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستفادة من ثماره. ومن باب الحرص على خلق الظروف المواتية لاستغلال فرص التشغيل المتاحة، نفذت الحكومة سلسلة من النشاطات الهادفة إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة. وهكذا تم خلق ما يربو على 3,000 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة في إطار عملية توزيع العربات ثلاثية الإطارات ضمن برنامج عصرنة النقل الحضري. واتخذت الحكومة التدابير المناسبة لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتمويل الخفيف بهدف مساعدة أصحاب المبادرات الخلاقة، خاصة من الشباب وحملة الشهادات، على إنشاء المقاولات وخلق فرص العمل. وتم بفضل هذه الجهود
إنشاء أو دعم حوالي 3500 مقاولة صغيرة في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية. وفضلاً عن فرص العمل التي أوجدتها الديناميكية الاقتصادية والبرامج الخاصة بتشغيل الشباب، فقد استوعبت قطاعات الدولة خلال سنة 2016 ما يربو على 1277 شخصاً تم اكتتابهم عن طريق المسابقات العمومية، ويتوقع أن يكتتب 1349 موظفاً بنفس الطريقة خلال 2017. وبالنسبة لآفاق المستقبل، سيتم استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل وخطة عملها الميداني، وإنشاء منظومة وطنية للمعلومات حول سوق العمل، ومراجعة مهام الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وتعميم المصالح الجهوية للتشغيل والدمج المهني وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، بما أن التنمية الوطنية الشاملة والمتوازنة تتطلب المشاركة الفاعلة لجميع شرائح الشعب، لا سيما النساء والشباب ومختلف الفئات الضعيفة، فقد عملت الحكومة على تنزيل الإنصاف والتكافل الاجتماعي والمشاركة في صلب سياستها السكانية، فأمنت الإيواء والتكفل الغذائي والصحي والنفسي والاجتماعي والتربوي والمهني لصالح 1053 من الأطفال في وضعية صعبة، ونظمت تكوينات وورشات متنوعة وطنية وجهوية لصالح مربيات الحضانات والفاعلين في مجال حماية الطفولة، كما زودت العديد من رياض الأطفال والحضانات الأهلية بالتجهيزات المناسبة. وفي إطار تفعيل سياسة الحماية الاجتماعية، ركزت الحكومة جهودها على تطوير وتقديم مختلف أنماط الدعم والمساعدة للشرائح الهشة من المجتمع، وهكذا تم التكفل بتكاليف رفع 70 مريضاً معوزاً إلى الخارج، وبتكاليف علاج أكثر من 3400 مريض معوز في المستشفيات الوطنية، من بينهم 565 من مرضى الكلى الذين يحتاجون لتصفية الدم، و204 مرضى بالسرطان. وتم تفعيل النصوص المتعلقة بالتمييز الإيجابي لصالح الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال اكتتاب 100 حامل شهادة من هذه الفئة، واستفاد أكثر من 200 طفل معوق من مساعدات مالية منتظمة، وأمن تعليم متخصص لصالح 237 طفلا ذوي الإعاقة بين مكفوفين والصم بكم ومتوحدين ومتخلفين عقليين، ومول 80 نشاطا مدرا للدخل لصالح أشخاص معوقين. وتم البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من أنبوب، حيث تم الإكمال والناجح للسجل الاجتماعي لهذه المقاطعة، مما مكن من انطلاق عملية التحويلات الاجتماعية لصالح 500 أسرة فقيرة. وبمبادرة سامية من رئيس الجمهورية، أنشأت الحكومة صندوقاً لمساعدة جزافية لليتامى القاصرين لأعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقطوا في ساحة الشرف، كما تم إنشاء صندوق يساهم في تمويل التأمين الصحي للحمالين والبحارة. وفي ذات السياق، باشرت الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الرق والدمج ومكافحة الفقر، تنفيذ برنامج خاص بالمناطق الهشة يتضمن بناء 42 مدرسة كاملة الفصول و42 مركزا صحيا و26 شبكة توزيع الماء الشروق و36 بئرا ارتوازيا و16 سدا، واستصلاح 6 مساحات زراعية في مختلف الولايات. وذللت الحكومة العقبات القانونية التي كانت تحول دون توسيع نطاق التأمين الصحي القاعدي الإلزامي، وتم بمقتضى
مرسوم تحديد الإجراءات المطبقة على العمال المستقلين وعمال الجمعيات الخاضعة للقانون الخاص وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وكذا أصحاب المعاشات التابعة لهذه المجموعات الخاضعة لنظام التأمين الصحي. وفي مجال الترقية النسوية تم إصدار قانون إطار حول العنف ضد النساء، ووفرت حكومة التكوين المهني ل 229 فتاة متسربة من المدرسة، فضلا عن تنظيم تكوين خاص بالنساء اللائي يتقلدن منصب عمدة أو عمدة مساعد في ولايات الحوض الغربي والعصابة وقدماغة وقرقل. وبالنسبة للآفاق المستقبلية، ستواصل الحكومة جهودها لتجسيد سياسة التكافل الاجتماعي بما يؤمن للشرائح الضعيفة ظروف العيش الكريم ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في البناء الوطني. أما بخصوص الشباب، فقد شهدت سنة 2016 انطلاقة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، وفي هذا الصدد وقع التركيز على تعزيز القدرات وترقية النشاطات الشبابية والترفيهية والتوعية والتحسيس حول المخاطر التي تواجه الشباب، بالإضافة إلى ترميم وإعادة تأهيل دور الشباب القائمة وبناء دور جديدة. وهكذا تم تنظيم العديد من التكوينات في مجالات مهارات الحياة والإنعاش الاجتماعي التربوي والرياضي وتسيير المشاريع والتنمية المستدامة لصالح حوالي 1000 شاب وشابة من مختلف الولايات. كما شهدت السنة المنصرمة تنصيب المجلس الأعلى للشباب الذي بدأ إجراءات انتخاب وتفعيل هياكله المختلفة. وفي مجال البنى التحتية الشبابية تم التسلم المؤقت لدور الشباب في كل من كيهيدي والطينطان ونواذبو وكجوجة والترحيل بنواكشوط، واكتملت الأشغال في دور الشباب في كل من تججة وكونكوصة والغبرة وباركيول، في حين يجري إعداد الدراسة المتعلقة بإعادة تأهيل دار الشباب بمدينة روسو. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير الحياة الثقافية الوطنية ولترقية عوامل إشعاع بلادنا على المستوى العالمي. وقد ارتكزت استراتيجية التنمية الثقافية التي تنفذها الحكومة على تكريس مكانة الدين الإسلامي الحنيف كدين للشعب والدولة، على تثمين موروثنا الثقافي الذي يعتبر بحق عامل تأكيد لهوية الأمة. ففي ميدان الشؤون الإسلامية شجعت الحكومة الأنشطة والخطابات الهادفة إلى تنمية الأخلاق في المجتمع وإلى نشر قيم ومفاهيم وأحكام الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال والمناهضة للتطرف والغلو. وتمت إعادة إدراج التربية الإسلامية في مواد امتحان الثانوية العامة الوطنية. وأمنت الحكومة الدعم والتأطير الفعال للأنشطة التعبدية من خلال إحياء رمضان المبارك بنشر المضامين الإسلامية الصحيحة على المنابر وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم الحج الذي شهد تحسنا ملموسا في موسم 2016 سواء من حيث التنظيم أو الخدمات المقدمة للحجاج. كما واصلت الحكومة دعم إشعاع بلادنا الخارجي واستمرار رسالة الشناقطة في العالم من خلال إفادة بعثات من الفقهاء والأئمة إلى بعض الدول الإفريقية والأوروبية لتقديم الدروس والاستشارات الدينية لجاليتنا المقيمة هنالك وللراغبين من مواطني تلك الدول. وستواصل الحكومة وتعزز جهودها للدفاع عن قيمنا الدينية والثقافية الأصيلة واستثمارها في تحسين مجتمعنا ضد العوامل الهدامة ورفض نهضة البلاد بمقومات النجاح والاستمرار.
وفي المجال الثقافي كرست الحكومة جهودا كبيرة لحماية موروثنا الثقافي وتطويره مع الانفتاح الثقافي على العالم. وفي هذا الإطار تمت مراجعة هيكلة بعض إدارات قطاع الثقافة لضمان مزيد من النجاعة والجدوائية، فاستحدثت وظيفة محافظ التراث، وأنشئ المعهد الموريتاني للبحث العلمي والتكوين في مجال التراث والثقافة، وأقيمت فضاءات للإبداع والإنعاش والتبادل واللقاءات الثقافية في نواكشوط، سيتم تعميمها لاحقا على باقي مناطق الوطن. وللتعريف بثراء تراثنا وتنوع ثقافتنا الوطنية في الخارج، شاركت بلادنا في معرضي باريس وأنطاليا الدوليين، وافتتحت مركزا ثقافيا بعاصمة دولة السنغال المجاورة. أما في ميدان الرياضة فقد تم إصدار قانون جديد لتطوير الرياضة البدنية ويجري إعداد النصوص المطبقة له، كما تمت مراجعة النظم الأساسية لعمال قطاع الشباب والرياضة ونظام مقررات المعهد العالي لأطر الشباب والرياضة، وقدم الدعم للفرق الرياضية المشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية والقارية وللاتحاديات الرياضية الوطنية، وتم تزويد مختلف الروابط والشبكات الشبابية على امتداد التراب الوطني بالمعدات الرياضية. وفي مجال البنى التحتية الرياضية تم التسليم النهائي لملعب الزويرات والتسليم المؤقت لملعب سليبابي، ويجري الاستعداد لإطلاق أشغال إعادة ترميم المركب الأولمبي بالعاصمة، وأوشكت على الاكتمال وثائق المناقصة الخاصة بإعادة تأهيل ملعب ملح بنواكشوط الشمالية، ويجري إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل ملعب السبخة. وبالنسبة لآفاق المستقبل، ستواصل الحكومة تشييد البنى التحتية الرياضية وتقديم الدعم والتأطير لروابط الاتحاديات الرياضية وللنشاطات الرياضية الجماهيرية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، تلكم هي العناصر الأساسية لحصيلة العمل الحكومي خلال السنة المصرمة والآفاق المستقبلية لتنفيذ السياسة العامة للحكومة 2015-2019 التي كان لي شرف تقديمها أمامكم قبل سنتين من الآن. ويتبين من هذا العرض أن معظم النشاطات المبرمجة برسم سنة 2016 أنجزت، وأن خطوات كبيرة قد قطعت في تنفيذ النشاطات الممتدة على طول مدة الخطة الخمسية، مما يسمح لنا بتوقع إكمالها في المدة المحددة. وقد تيسر كل ذلك بفضل الله أولا، وبفعل السياسة الحكامة الرشيدة التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية. وقد مكنت هذه السياسة من جهة من تجاوز الآثار السلبية لتدني أسعار المواد الأولية، ومن جهة أخرى من توظيف الموارد التي تم كسبها من محاربة الفساد وتوجيهها لتمويل الاستثمارات المنتجة وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز مؤسسات الدولة. ويعكس قانون المالية الأصلي لسنة 2017 بما رصده من زيادات عبر غير مسبوقة للاستثمارات إرادة الحكومة المضية قدوما على هذا الدرب القويم بثبات وحزم من أجل إرساء دعائم نهضته اقتصادية واجتماعية حقيقية في البلاد يجني ثمارها كل المواطنين. ومن هنا أدعوكم أيتها السيدات والسادة، ومن خلالكم كافة القوى الحية للأمة والشعب الموريتاني، قاطبة إلى المؤازرة القوية لمكتسباتنا الثمينة وحمايتها، والمواكبة الواعية للتحولات الكبرى التي نحن بصدد إنجازها في سبيل تحسين حاضر مواطننا وضمان مستقبل زاهر لأمتنا.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.